أولا كما أنا مبسوط أقدم نفسي رئيس جماعة قروية سيدي الحسن سابقا ومدير الدعوة للنعمان بشرط الرياض حاليا. كما أنا مبسوط وأتواجد اليوم في المنطقة الأول، لماذا؟ لأنني كنت وحيدا مع مفتى عزير منذ سنة 1997 إلى اليوم، والحمد لله جاءت وقت نشر كلية جامعة طبعاً كلية الناظور اللي أعطتني واحد شعلة كبيرة لأستمر في حماية وحفاظ. تدخلي ومدخلتي هي دور الجماعات وليس الجماعة فقط، دور الجماعات الترابية والتعاونيات في الحفاظ ولا في الحماية والحفاظ على المنطقة الأزمة. جماعة سيدي حسن تبعد من هنا 60 كيلومتر على دويس، يتواجد بها طبعاً 60,000 هكتار ديال مدينة عزير، تمثل 4.5% أو أكثر بالنسبة للإعتزال. إذا 2006 بدأ استغلال مدينة عزير في جماعة سيدي حسن لطلب شركة، وتعمدت أن أعطي هذه الصورة ترونها أمامكم، فيها أزير وفيها مكان خاوي وفيها واحد الدار وواحد الجهة، إذا معبرة. لماذا؟ لأنه لما بدأت الشركة تبلع أزير كانت الطمة الكبرى وعشنا مشاكل مع الاجتثاث المادة. إذا منذ 2006 إلى 2014 كان عمل جبار وماراثوني طبعا بمساعدة مدير الجوين بمسمى الوزارات التي عملت مشورة مع الجماعة. إذا هذه المنطقة نحن عشنا وسطها ورأينا كيف يتم اجتثاثها في بعض الأحيان لا حول لنا ولا قوة، ولكن بمساعدة الوزارات حاولنا أن نصل إلى هدف المشروع. إذن هذه الصورة طبعاً الأولى، هذه هي المبتدئ الأزير الحقيقية للصادقون، هي هذه خضراء زوينة تعطي الرائحة تعطي الزيوت تعطي الوش، ولكن مع الأسف تأتي أنت أزير في هذا الشكل، يتم اجتثاثها. ولما تجتث طبعا لماذا تجتث؟ لأنه هناك سباق على الكمية، سباق على الكمية. وبمن تجتث؟ لا تجتث من الناس في الجماعة، بل تجتث من الناس غرباء الجماعة، مغاربة طبعا نحبه، ولكن لم يكن لهم حس احترامها، كان لهم فقط الإصرار على الكمية. إذا ستبقى الجماعة بتبعد الأيدي بالله بالكرة النظام، وطبعا الأولى تكون المياه والمركز المديرية التقنية والجهوية والمنزل السريع صبح للتصعيد، ولهذا كان التحرك كبير جدا، ولهذا قلت على أنني في 2017 أجد الكلية هنا. إذا الكلية المنطقة الأول هذا مسائل علمية، إذا ولكن كيف باش نوصلوا للكلية لو كانش عندها أزيد؟ إذا هنا المهمة ديالنا داخل الجماعة أو التعاونية أن نحتفظ على هذه الكلمات، لا باش نجيبوها للبحث العلمي، راه البحث العلمي جيد ومشكورين الأساتذة، ولكن ما عندناش. إذا مسؤولياتنا داخل الجماعة كانت جسيمة وكبيرة جدا، حتى أنني أخذت ربع الصورة للأزير المجتث، وفكانت لجنة من الرباط
ووصلنا اخيرا الى النتيجه التي صارت اليها. اذا شنو غيدير المجلس؟ المجلس هو التحسيس. التحسيس المجلس كينظم كل سنه مهرجان. اذا في المهرجان الخامس لانه كانت تقريبا 20,000 زائر وفي باريس ديستنيسن الدائرة على اننا غادي في ذاك المهرجان غادي يكون الشعار ديالو تميل لكتاب الجمال وهزيل رافعا لتنمية جماعتنا في فلسطين حسن ثاني في 2012. اذا هناك كان في قصة هكذا بالهزيل وكان اساتذة من كل يوم مشتاجة وعطوا عروض وكانوا مواطنين وكانوا تدخلات وهنا اقتنع الناس على انه لا بد من بديل عن الشركه لا بد من يعني الناس ديال الجماعه ولا ديال هما اللي خصهم يديروا هذه الازياء وما نفسهم يحفروا عليها لانهم على الشركه قلت الازياء طبعا بعدنا انها خلقت في الجهه الشرقيه بخمس ب 500 سنة قبل المسيح، يعني راه قديمة وقديمة واحد 2640. إذا هذا المهرجان الخامس بعد جاء المهرجان السادس. كيف المهرجان السادس؟ كانت شعائر إيكليم الجبال فيها اقتصاد اجتماعي بجماعتها. إذا هنا بدأ التأسيس بدأ الفكرة وبدأ عاد المدينة كانت تقوم لها المادة حفر عليها بزاف وخصنا نشدوها الناس ديال البوكيلا باش طبعا يعطيونا ما نبيعها. حنا لابانوريزاس التمرير ديالها قبل الاساتذه ديال اليورنابات بكري انا كنت صغير كانت الناس كطيب الاسير في واحد البرامج واختفى هذاك التصدير والناس برا قالوا على التصدير وحنا عندنا التصدير إذا الجماعة لها دور مهم في حماية وحفاظ الأسد. إذا بعد المهرجان لأنه نحو لنا الجماعة إلى المهرجان. يعني ما جمعنا الناس بزاف جبنا لهم الشيوخ وجبنا لهم بزاف ولكن دخلنا الأزير وقلنا لهم ما باش نكون بعد ذلك هنا سيدي سعيد فخلال المهرجان مهرجان روديكو كتب تنمية التعاون اليوم العالمي يوم كتب تنمية التعاون يوم عالمي ديال روديكو دار جماعة سيدي الحسن دار هناك يعني كانت وطبعا روديكو عندها علاقة مع هذا التعاون وي إذا فقط هذه نقطة مهرجان فرنسي هذا مهرجان فرنسي ديال سيدي الحسن هذا 2013 والمهرجان السادس كان قبله المهرجان الخامس. هنا السيدة شاطرت من الكوبيراسيا انترناسيونال دون دروا مهتمة بالستركتور بروديكتيف. إذا في المهرجان كانت أمانة حاضرة معنا من أجل تقدير الناس حول هذه النبتة ودخلناها في مهرجان الفرنسي. إذا هناك تتكلم فقط على الأهداف ديال بوتسما من بينها على أنه التحسيس على ديال مادة الأزير يعني أننا نشكر بالمناسبة لماذا دخلتها لأنه جمعية أمانة الدراري الفجاء لعبة دور كبير مع جماعة سيدي الحسن في التوعيات وفي شتى المجالات ماشي غير في الأزير جميع البنوك في الدروة كانت تواجههم سنويا. إذا هذا واحد كتشرح الأهداف ديال أمانة الشعب أمانة الدراري في واحد البرنامج ديال أمانة الشعب. إذا هذه السيدة جات هي اللي كانت تدخل من بعد هذا المهرجان نقطة من المهرجان هذا الناس اللي كاينين في نفس الوقت السيد عامل هدا السابق هو اللي حضر في هذا المهرجان عبدو ربي أنا واحد تكلمت على هذا الشعار ديال
ديال الأزير واللي عطينا الوحدة يكفي أن واحد تقليل الصلاة أنه اللي كانت الفولكلور وكلشي كان أزير هناك كان أزير مع الفولكلور وعاد عرفوا الناس أزير وشكون تما وخا علاش إذا دائما هلا رجع إلى ملخص كيف أن الجماعة بعد ذلك إن التدبير سمع نقرا وواحد الملاحظة غادي نرجع إلى ملاحظة نسيت نقولها أطلب من السادة الأساتذة إذا كنا خطوة إلى ولي جايين يتكلموا بالعربية لأن والله أنا جاتني واحد الورقة من بورن التعاون ديال المديحة ما قاليش هضروا معنا بالعربية إذا التدبير جيد الشأن المحلي اقتضي للجماعات الترفية الانخراط بشكل فعال في المنظومة التنموية للعشرية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير البنية التحتية وتطوير المجالس الاقتصادية والمراقبة الصحية وتنشيط الثقافة والسياحة والمحافظة البيئية وفي هذا الصدد فإن الجماعات الترفية تعمل جيدة بالاعتماد على أملاكها الخاصة ومواردها الطبيعية لتغطية نفقاتها وتعتبر الغابة كثروة طبيعية مهمة للمدينة وبيئية لمن يملكها. فعلى سبيل الجماعة القرية تستحسن تحتل الغابة مساحة كبيرة من الأراضي تشكل مصدر لإنشاء عدة صناعات متنوعة والعديد من المبادرات التي تستعمل في الصناعات الصيدلية في صناعات استغلال هذه الموارد الأولية. وتشجيعها يمكن الجماعة أن تستخدم مناطق صناعية محلية وخلق إمكانيات للشغل التنمية لمداخل الجماعة. ويعتبر إكليل جمال أحد النباتات العطرية والطبيعية التي تدير موارد مانعة لاستقبال الجماعة فهي تنمو بشكل كبير في طور الجماعة وتتميز بجودة زيوتها العطرية التي تستخدم بعد استخلاصها في صناعة العطور ومواد التشغيل ونتيجة لذلك فإن المجلس يتابع الكتاب عملية الاستغلال التي تطالب هذه المادة لحماية. وفي الشطر الثاني هناك شو الحل ومن أجل الحفاظ على هذه المادة بطرف ساكنة الجماعة والتي تشكل مصدر الخير ومن أجل تنميتها تم اقتراح تأسيس تعاوني بتنسيق كبير مع الكلية السامية والمديرية الجهوية وكذا المديرية التنمية للنقابات المحافظة. فعلا تم تأسيس تعاوني سوري للتعاون للنمال للإعشاء الطبي والعقلي بدور جماعة سيدي حسن سنة 2014 وكان من الضروري فتح رأس مال مهم وقدم ب1.1 مليون درهم من أجل تأدية مستحقات الجماعة قبل التأمين أثناء تعاونها والشركات ما بيناهمش إذا لابد سنة أخرى أثناء نبيع أثناء وكان لابد من تكون تعاونية صحيحة لأنه ما يمكنش تضرب وندير تعاونية ونجي وقت ديالي مستحقات الجماعة مستحقات الدارية للتحميل مستحقات كل أنا ما عنديش إذا بس نجي من الأول الجد ولا سكت إذا كانت رأس المال ديال 120 مليون سنتيم بدأنا طبعا جمع وبعد اشتغال تعاونية فقط للمسؤولية المسؤولية 2015 تمكن من تحقيق نتائج تالية محافظة وحماية على التأثير بالاشتفاف وفق العقد الموقع مع الجهات أرفع ثمن شراء تعاونية لمادة الأزير من مختطفها أي سكينة من 190 درهم للقنطار سابقا إلى 260 درهم حاليا مما أمكن الساكنة من الاستفادة من مبلغ من دول إضافي مختلفة 84 مليون صدر إذا السنة الأولى زيادة على المبلغ اللي كان يخدم به 190 درهم القنطار
توصلوا 42 مليون سنة ولا 42 مليون ماشي سهلة أنك تخضع وتخضع واحد السوق يا جماعة طبعا الناس تسوي إذا ممن كان ساكنا في السفر بالإضافة إلى الجماعة قلت ثاني جديد ما جاء الاجتماعي ضمن المهمة الاجتماعية التعاونية إن شاء الله رمضان كان كل الناس معزين الخيرين كانوا شباب كانوا ماشي إذا النتيجة حتى لا نبكي الأطفال كانت أن ندخل هذه التعاونية وطبعا ندخلها في البداية والحمد لله بجد هنا ماذا بعد ما قلت هو أننا أسست التعاونية سبينا تعاونية سبينا هنا أزيد ضرور هنا الإخوان عظيم إنه ناس جغراء الأستاذ اللي دار الخبيرة وإخوان السيد الطاهر وغيرهم أتوا طبعا إلى الجبل وجاءوا ناس من جهة أخرى وجاءوا يورينا كيفاش خصنا نقطعوا الأزياء من فوق السكاكين باش نحافظوا عليها مشكورين بتعمد ندير صور ديالنا عندنا صور أخرى ديالنا ولكن اللي جاك من برا هو أولى للشغل طبعا مازال كيقولوا لنا كيفاش حنا كنخرجوا في مراتك بالشقو هو رئيس التعاونية هو رئيس التعلم عبد الربيع حتى انا راني ما كنشوف مع الناس كيفاش كيديروا اذا هو ازير وصلنا على ازير هو هذا اللي الشفارة هو اللي في الميساج هو اللي كاين في الباب اذا حنا في طريق سنتين بسنتين جا وعندنا طموح ولنا نلف داخل الجهة وقومي هو طبعا ما قبولوا لأختنا من الجهة والإخوان على أنه طلبنا واحد الأذن للغربان هذه السنة وكان قبول على أساس أنه سلم بلا وفلا غادي نمشي إن شاء الله رب العالمين في الآلات ولا ديستيناس إذا إكليل الجبل هذه كنا درناها في واحد الديبليون درناها في الديبليون الوقت اللي درنا المهرجان درنا التكليون فرقنا الناس ولكن احنا من الناحيه العلميه ما عندنا شيء ما عندنا شيء من الناحيه العلميه اعطينا الناس يقراوا التعريفه ديالو والمقتل ديالو الفوائد العسل ديالو مكانته العلميه انا بغيت نقرا حاجه احنا كنا واجباتنا ما هو ما هي واجباتنا كلنا اساتذه وطلبه هي حمايه هذه المنطقه حماية المنتدى لأنها تؤدي دورها الطبيعي للصحة وتساهم في عمارة الأرض إلى جانب الإنسان فالاعتداء عليها جريمة قل لها الله أعلم وشينا بشيخ أبو سبب الكلمة لكن قل لها الاعتداء عليها جريمة لأنها تنادينا يوميا وتطلب منا حمايتها وضمان بقائها وتحمل مسؤولية اجتكافها وقتلها وفنائها فنستمع جميعا لنداء هذه النكتة البارئة والمفيدة ولنلتف حول حماية إذا أنا نهيت تدخلي طبعا تعاونية نماء وجميع التعاونيات وتم بالإعشاء الطبي والأدريات أتمنى التوفيق والنجاح للمنتقى الأول العلمي في التشحاب في الجبال أزيد وفوق شكرا.